هي مكونات الصادرات المغربية وكيف يمكن تطوير هذه الصادرات في السنوات المقبلة إلى صادرات ذات قيمة مضافة عليا؟ الآن الصادرات المغربية في عام 2021 تمثل 326 مليار ديال الدرهم، وهذه الصادرات كنلاحظوا بأن قطاع السيارات هو أول قطاع ب 85 مليار ديال الدرهم، كيتبعوا قطاع الفوسفات ب 75 مليار ديال الدرهم، وفي ثالث مرتبة غادي يكون المواد الغذائية وقطاع الطائرات. وكنلاحظوا بأن الآن المغرب جعل كيصدر منتوجات بقيمة مضافة بأزيد قيمة مضافة وأكثر منتوجات ديال الصناعة المغربية. الهدف من هذا هو الان عندنا واحد التغطيه ديال الصادرات على الاستيرادات ديال 62%. الهدف هو خصنا نوصلوا لواحد التغطيه كامله، نوصلوا على الاقل 75% باش مع العمله الصعبه اللي كتجي من المصدر ديال العمال على جميع المغاربه المقيمين في الخارج وعلى السياحه، يمكن يكون عندنا واحد التغطيه ديال العمله ديال الحصيله ديال العمله الصعبه للبلاد. وهذه هي واحد الهدف اللي هو للسؤدديه الماليه والعملة الصعبة للبلاد، لأن كنحتاجوا بهذه الوضعية اللي كنشوفوا بأن الأسعار كترتفع بواحد السرعة بواحد الوتيرة جد سريعة وجد كبيرة، أكثر من 40% ديال الزيادة لبعض المواد، كنحتاجوا بأن نزيدوا في الصادرات باش نجعلوا هاد التغطية اللازمة للاحتياجات في العملة الصعبة للبلاد. قطاع الصادرات هو مهم للتنمية الوطنية، لأن هو اللي غادي يمكن بولوج للسوق أوسع نحو السوق أوسع ديال جوج الملايات ديال الساكنة، وليس فقط الساكنة المغربية اللي هما 36 مليون ديال الدرهم. هذا سيوفر لجميع الشركات المغربية فرصة للتنمية وفرصة لأكبر حجم في المعاملات، وهذا هو ما يمكن أن يمثل نسبة التنمية اللي غتكون اللي كنحتاجوا باش أيضا نوصلوا لديك التغطية ديال جميع الحماية الاجتماعية والحماية الصحية اللي كيطلب صاحب الجلالة باش يكون لرفاهية جميع المغرب. كيف يمكن تنويع الأسواق الخارجية المغربية إضافة إلى الأسواق التقليدية الخارجية الأخرى؟ الآن المغرب كيصدر غالبا إلى الأسواق التقليدية وهي أوروبا الجنوب، ولكن كنحتاجوا الآن لأن المغرب هو بوابة لجميع القارة الإفريقية، وعندنا الآن غادي يكون عندنا واحد اتفاقية تجارية لازليكاف مع جميع الدول الأفريقية، وكان خصنا نستغلوا هذه الفرصة باش نجعلوا واحد مشاركة رابح مع الإخوان ديال البلاد الأفريقية جميع البلدان الأفريقية، وباش يكون عندنا المنتوج المغربي لأن معروف وعنده قيمة مضافة وعنده جودة، ويمكن باش يكون في ديك الأسواق ويكون يعطينا أكثر مصدر للعملة الصعبة وسوق أوسع.